نعم، في الخرطوم الآن ربما هدأت الأوضاع قليلا هدوءا حذرا، يشوب المناطق هنا في أرجاء متفرقة من العاصمة الخرطوم. هذا الهدوء قد لا يستمر طويلا نظرا إلى أن الأيام الفائتة كان دائما ما يكون هنالك قصف بعد المغرب مباشرة. في منطقة جنوب الخرطوم كان هنالك قصف واشتباكات ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة في المنطقة التي تحيط بسلاح المدرعات، في منطقة اللاماب، هذه المنطقة التي تقع شمال سلاح المدرعات. تحدثنا إلى بعض المصادر هنالك التي أفادتنا بوجود طيران قصف عدة مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع. قبل قليل في منطقة الباقير، أيضا هذه المنطقة التي تقع ما بين مدينتي الخرطوم ومدني بولاية الجزيرة، وهي التي تؤدي مباشرة مع قرى أخرى إلى ولاية الجزيرة، كان هنالك قصف بالطيران التابع للجيش السوداني على مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع. هنالك كانت أيضا اشتباكات في مناطق متفرقة من أم درمان، لعل أكثرها كان في منطقة الخرطوم أم درمان القديمة، هذه المنطقة التي شهدت خلال الأيام السابقة هجمات أو معارك عنيفة للغاية ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وسقط على إثرها كثير من الضحايا في تلك المنطقة. في منطقة غرب أم درمان في أم بدة كان هنالك أيضا قصف مدفعي من الجيش السوداني عبر المدفعية لمواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع. يأتي هذا التطور العسكري المتلاحق يتبعه تطور أيضا في الولايات الغربية، حيث كان هنالك احتدام للمعارك بشكل شرس للغاية بحسب المصادر التي تحدثنا إليها هناك في مدينة نيالا. مدينة نيالا هي عاصمة ولاية جنوب دارفور. هذه الاشتباكات بدأت منذ صباح هذا اليوم ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، استخدم فيها عدد من الأسلحة. ربما الآن تستمعين إلى هذا الدوي العنيف من إطلاق النيران، يقطع فترة الهدوء التي سبق أن قلت عنها قبل قليل. الخرطوم في مدينة نيالا، نعم، في مدينة نيالا كان هنالك اشتباك عنيف ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، واستخدم فيها المدفعية الثقيلة والأسلحة الخفيفة. الآن هنا في منطقة الخرطوم نستمع تعاودة الاشتباكات ربما مرة أخرى. نستمع الآن إلى تحليق للطيران التابع للجيش السوداني، بالإضافة إلى أصوات أعيرة نارية بشكل مكثف في مناطق قريبة من مكان تواجدنا. طيب، يعني هذه التطورات التي سردتها لنا تعني أن هناك أيضا ليس فقط احتدام للمعارك، وإنما توسعها لمناطق أخرى خارج كردفان، خارج الخرطوم. كيف تبدو الأوضاع الإنسانية هناك؟ وهل من مؤشرات أن هناك من يحكم سيطرته أكثر على الأرض، سواء من الجيش أو من قوات الدعم السريع؟ نعم، الأوضاع الإنسانية تتأزم يوما بعد آخر. هذا التأزم ربما يتمظهر في كثير من البيانات وكثير من المناشدات وكثير من التحذيرات التي تطلقها الأمم المتحدة والتي يطلقها المتطوعون. هنا في مناطق الاشتباكات تكاد الحياة فيها تجف تماما، لاعتبارات أن كثير من المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومثل الصيدليات ومثل كثير من البقالات أو مراكز التسوق هي مغلقة تماما، لا أثر للحياة في كثير من الأحياء التي تجاور مناطق الاشتباكات. حتى الناس الذين يطلبون احتياجاتهم اليومية من الغذاء فإنهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للغاية للالتقاء أو للعثور على باعة يعرضون بضاعتهم في مناطق صغيرة. هذه المناطق تبيع العدس والبصل والسكر وغيرها. عدا ذلك فإنه لا أثر للحياة في كثير من الأحياء التي تتواجد في قرب مناطق الاشتباكات. ذات الأمر من الممكن أن نقول أن معاناة مماثلة في مناطق اللجوء أو مناطق الإيواء التي لجأ إليها كثير من سكان الخرطوم. تقول الأمم المتحدة أن 4 ملايين
تشردوا من مدينة الخرطوم وخرجوا لمدن قريبة أو لدول قريبة. هذه الجموع الكبيرة من المواطنين يعانون شظفا في العيش، ربما لانعدام السيولة اللازمة، لأن باعتبار أنهم لم يعملوا لشهور طويلة، وأغلبهم يعمل بأجرة اليوم باليوم، بالإضافة إلى غياب كثير من المعينات وغياب الإغاثات ووصول المساعدات الإنسانية. وما يزيد الأمر صعوبة هو دخول موسم الأمطار. هذا الدخول لموسم الأمطار هو سوف يعسر بالضرورة إيصال هذه المساعدات الإنسانية لكثير ممن تقطعت بهم سبل الحياة، سواء كانوا في مناطق الإيواء أو في مناطق نعم، خصصت للنازحين. أشكرك جزيل الشكر محمد إبراهيم مراسل الغد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخرطوم.